في ميادين خط النار. أتينا نستعيد النظام الجمهوري مع زملائنا القوات المشتركة في الساحل الغربي. في هذه المواقع مواقع العز والشرف والفخر والمجد والشموخ. نعاهد الله ونعاهد الوطن ونعاهد قائدنا، إننا على درب الشهداء سائرين. ونقول لقائدنا العميد طارق، والله لو تخوض بناء البحار لخذنا. وإن شاء الله لن نتراجع حتى نوصل صنعاء وغيرها. بالروح بالدم نحن لهم بالمرصاد وأيادينا على السناك. أرضيك يا إبل. مشمرين السواعد، منتظرين الأوامر، جاهزين في متارسنا وجبهاتنا. ولم نترك لهم البلاد حتى آخر قطرة من دمائنا. سقطونا لهم محرقة كما كان لهم في السابق. وإن شاء الله إن شاء الله منتظرين لساعة الصف. تدخل بلادي أبداً. وأننا الذين في المناطق غير المحررة الله يرسلوا أبنائهم إلى محارق الموت. هل ستستمرون في موقع المشيت الكثير؟ نعم، حتى جبال مران. وسوف يتم مطاردتهم حتى معتقلهم في البر والبحر والجو. واستعادة الدولة واستعادة المؤسسات واستعادة الجمهورية اليمنية. ولن نتزحزح شبراً واحداً. لولا تدخل المجتمع الدولي لكنا الآن في مران. عندما يخترق العدو نرد عليه بيد الحديد. رسالتنا إلى العداوة نحن صامدون صمود الجبال. لن نسمح بعودة الظلم ولا الإمامة مهما كان. سنستعيد الدولة وستعود المؤسسات. لو انتهينا أو ذننا من وجه الأرض. النظام الجمهوري كان وما زال وسيبقى.